يعني 12 الهدف صنعه رياض محرز، قدم 12 تمريرة حاسمة، أيضا وسجل 10 أهداف. مسجل 10 أهداف، يعتبر الأكبر مساهمة في نادي الأهلي. ومع ذلك بعض الجماهير السعودية غير راضية عن أداء محرز. عندما نقول غير راضية يعني كانت تتوقع وتأمل منه الأفضل، وليست مسألة رضا عن الأهداف أو عن التمريرات الحاسمة، لكن لغة الأرقام أيضا لا تكذب. 12 تمريرة حاسمة و10 أهداف، أرقام محترمة جدا، وهو الأفضل في الدوري السعودي. ماذا يريدون من رياض محرز أن يفعل أكثر؟ والله يا محمد كارثة كارثة في هذا النادي، لأن اللاعبين اللي رانا نشوفهم في هذا النادي ما كاش لاعبين اللي عندهم يعني جودة كبيرة فوق رياض محرز باش يعاونوه في الأداء. شفنا فريق النصر السعودي قدوم ماني أعطى قوة لكريستيانو رونالدو، قدوم عدة لاعبين بروزوفيتش في وسط الميدان. لما تحب تشكل يعني فريق أو تشكيلة ما لازم يكونوا عندك لاعبين من عيار ثقيل ولاعبين اللي عندهم جودة عالية. رياض محرز رانا نشوفه لوحده محمد، هو يصنع هو يسجل في الأهداف، حتى وإن الأداء تاعو ما راهوش يعني راقي، لكن ما يقدرش هو وحده محمد يفعل كل شيء. شفنا كيف النوادي الكبيرة واللي عندها القدرة الشرائية للاعبين كيف يعني يتعاملون في انتداب اللاعبين، في انتداب اللاعبين الأحسن. رياض محرز يجب يعني في الأهلي السعودي يعني محمد كما يقولوا يبروتيجيوه، لازم يعني يكون يعني النادي عند حسن ظن هذا اللاعب اللي اعطى لهم يعني ما احصائيات جيده، ما نقولوش يعني ربحهم واعطى لهم من الدوريات والكؤوس، لكن رياض محرز احسن من عده لاعبين في فريق اهلي جده، لازم يكون عندهم تدعيمات نوعيه باش يزيد يحسن اداء تاعو. رياض محرز لم يكن راضيا عن قرار استبداله في هذه المباراه، ودخل في مناوشات كلاميه مع مدربه، احتج بطبيعه الحال على هذا القرار لأنه كان مميزا في المباراة. المفروض الأشياء ما تكونش محمد، خاصة رياض محرز لاعب يعني كبير، لاعب اللي عنده تاريخ، لاعب اللي عنده جودة، نظن باللي المدرب لما خرجه هو اللي عنده الحق. بالطبع يزعف، انا نقول بك الانصار تاع الفريق الاهلي يعني يحبوا ينافسوا النصر ولا الهلال، نظن صعيب عليهم. اليوم الهلال فريق هو القوي في السعوديه تقريبا 31 مقابله بدون خساره، النصر ايضا نفس الشيء عندهم جوده تاع اللاعبين من احسن على الفريق تاع رياض محرز. نقول مع الاهلي ما عليهم الا يعاودوا يشوفوا يعني كيفاش يرفورسي وهذا الفريق هذا بلاعبين جدد. كان معنا المدرب اسماعيل جلي الاسبوع الماضي، اخبرنا بان احد لاعبي الاهلي وهو زميل رياض محرز يعني في محادثات شخصيه معه اخبره بان طريقه لعب النادي الاهلي لم تلائم رياض محرز، لذلك لا يجد نفسه مرتاحا، ومن رغم من ذلك حقق هذه الارقام. ممكن طريقة اللعب ما تساعدوش محمد، ولكن هذا يبقى حوار ما بين محرز والمدرب. يعني انا مانيش نحس روحي يعني الاس في هذا المنصب هذا ولا بهذه الطريقه تاع اللعب، ينجم يتكلم مع المدرب وربما يغير الطريقه. ولكن شاهدنا في المباراه الماضيه احتج ايضا على مدربه بسبب طريقه اللعب الدفاعيه، مدرب متحفظ جدا. جودة اللاعبين محمد، جودة اللاعبين هي من تصنع الفارق وهي من تخلي المدرب يعني يلعب بالطريقة اللي هو يحبها. شفنا يعني فريق الأهلي السعودي محمد غير منتظم في طريقة اللعب تاعه، في بعض الأحيان تلقاه يدافع بكثرة، في بعض الأحيان يدير هجمة اثنين أو ثلاثة. رياض محرز لاعب اللي جابوه يعني ما جابوهش من كريستال بالاس أو من ويست هام، جابوه من فريق مانشستر سيتي، فريق مانشستر سيتي دائما نسبة الاستحواذ بالنسبة له، دائما الكرات يعني والهجمات يعني تكون بكثرة على الفريق الخصم اللي يلعب ضد فريق مانشستر سيتي، ونعرفوا تمركز رياض محرز يلعب دائما في الهجوم أكثر من أنه يدافع. ولما تلعب في فريق مثل الاهلي السعودي اللي ما كاش لاعبين في طراز فريق النصر كما تكلم محمد، وفريق الهلال السعودي وفريق الاتحاد السعودي ايضا، هذا راح يشكل عائق بالنسبه لرياض محرز، وراح يدخل في مناوشه رياض محرز. صح المدرب يجب احترامه، لكن رياض محرز يعي ما يتكلم ويعي يعني هذا القلق اللي راهو فيه، يعني ما راهوش يعني بمحو هكذاك. يعني نعرفوا ان رياض محرز لاعب منضبط، لاعب اللي ما يدخلش في مناوشات سواء مع الاصدقاء تاعو ولا مع المدربين تاعو. لهنا محمد لازم على اداره فريق الاهلي جده
أن تنظر يعني في كيفية انتداب اللاعبين المميزين. نعم، جماهير ليستر سيتي تبدأ حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إعادة محرز إلى صفوفها، خاصة وأن الفريق صعد إلى دوري الأضواء في إنجلترا. ذكريات جميلة عنده رياض محرز مع فريق ليستر سيتي. بطبيعة الحال يعني هو كان من بين اللاعبين الحساسين يعني في أخذ الدوري الإنجليزي آنذاك، وكان من بين أحسن لاعبين هو وجيمي فاردي ولاعب وسط ميدان كانتي. هادو كانوا ثلاث لاعبين في مستوى جد عالي، حتى الآخرين قاموا بموسم جيد اللاعبين اللي كانوا معهم. نتمناه ونتمناه رياض محرز وين راح. الإمكانيات المالية محمد، تفضل محمد. هل عندهم الإمكانيات المالية ليستر باش يعاودوا يسترجعوا رياض محرز، لأن مازالوا مرتبط مع موسمين ونص؟ نعم، ماشي إذا عندهم إمكانيات مادية. هل محرز سيتنازل عن تقريبا 40 مليون يورو أو 45 مليون يورو في العام من أجل الحصول على 5 مليون يورو؟ هذا يعني أعلى ما يمكن أن يناله مع ليستر سيتي في حال انتقاله إلى هذا النادي الموسم المقبل. أمين، تصفية كأس العالم أوغندا الجزائر يوم 10 جوان في كامبالا بأوغندا، رياض محرز من دون شك سيكون في القائمة. علاش من دون شك؟ عندك القائمة. نعم. عندك معلومات حصرية. خلاص إذا عندك معلومات حصرية من دون شك. عندك شك؟ عندي شكوك. عندي شكوك. لماذا؟ عندي شكوك كبيرة محمد. لماذا؟ عندي شكوك كبيرة. قلت لماذا؟ لأنه تحركات الناخب الوطني وتصرفات الناخب الوطني. أطمنك بأنه راح يكون في القائمة. أمان إن شاء الله. أنا علاش طمني محمد؟ أنا يكون مرحبا به يقدم إضافة، ما يكونش ما يقدم أوش قادر يقدم إضافة بيجيش. أمين، هل تعتقد بأن إدارة الأهلي ستضحي بالمدرب الألماني ماتياس من أجل عيون محرز؟ ممكن، لأنه في السعودية محمد إدارات الأندية السعودية تتماشى أو تمشي كثيرا في صف الجماهير. إن كانت الجماهير غير راضية عن أداء النادي وعن ما يقدمه المدرب مع هذا الفريق، فبنسبة كبيرة ستضحي به. الشيء الثاني، إدارة الأهلي السعودي في الموسم المقبل ستسير على خطى الموسم السابق، وستحاول أن تأتي بمدرب كبير ولاعبين جد النجوم من أوروبا حتى تستطيع المنافسة، مثل ما قال قاسم سعيد قبل قليل، حتى تستطيع منافسة نادي الهلال ونادي النصر السعودي وأندية أخرى جلبت العديد من النجوم. لذلك ممكن جدا، وارد جدا أنه سيتم تضحية بالمدرب، لأنه من غير المعقول يرحل محرز بعد موسم واحد. إن كانت هناك تضحية فستكون بكل تأكيد بالمدرب. نعم، من محرز إلى بن ناصر الذي لم يعد بن ناصر هذا الأسبوع، إنما حمل لقب والدته بن سحنون على قميصه تكريما لها في عيد الأم. نشاهد هذه اللقطات. بن ناصر أو بن سحنون حمل قميص والدتي وحمل أيضا شارة القيادة وأمتعنا في هذه المباراة. شوف برك ملاحظة حسين، في الوقت الذي تمنع فيه الفرنسا والدوري الفرنسي اللاعبين من ارتداء هذه الجوارب